يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. يا ستار يا رب، سلم يا رب سلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا يعوض عليهم. ده لازم طيارات تطفيه، مش هينفع دوت كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يا عماد، مش في حوالي ده، في الكويت سيتي. عند مزايا، عند ابراج مزايا كده. اي، ما الدخان واصل لاماكن كتيرة جدا. حد لسه مكلمني دلوقتي من عند المطار،
بيقول لي انه الدخان وصل لحد المطار. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. اوبا ده في بنايه تانية دلوقتي بتولع، ده لسه محدش شافها. ده مسكت في عماره تانية. بص دي عماره تانية، دي ده برج تاني دوت، ابتدت النار توصل له. لا اله الا الله. اللي هناك دوت برج تاني خالص. يا رب استرها يا رب. ما هي لسه بتبتدي فيها اهيت. اهي دي. ده برج تاني خالص غير اللي بيتحرك اساسا. المطافي شغالة في كل حتة بس مش قادرين يوصلوا لحاجة. اهي شايف عربية مطافي اهي، وهنا اهو مطافي اهي اهي، بس دي مش هتنفع، دي عايزة طيارات تطفيها. اهي المطافي اهي، كل دي مطافي، ومن هنا برضو في مطافي هنا اهي، كل دي مطافي، المنطقة كلها مقفولة. اهي مطافي، عربيات مطافي اللي هي الكبيرة كمان، مش صغيرة. لا إله إلا الله. والمشكلة إن عمالة تكبر، ما بتصغرش، عمالة تكبر. لا إله إلا الله. مش عارف والله ايه السبب يا مستر أسامة، ده شكلها كده معرفش، ممكن من الحرارة ولا ايه، لان مستحيل كل ده يحصل كده. ومش عارف. يا رب. هي فعلا ما ينفعش غير طيارات. ما اعرفش هم مهيئين عندهم كده ولا لا. لا إله إلا الله. المشكلة إن هي في المنطقة اللي ورا ديت سكنية كلها، وفيها عماير كتير، وابتدت تنتقل لعماير تانية. الله المستعان، الله المستعان. سلم يا رب، سلم. يلا استأذنكم يا جماعة بعد إذنكم.